ما رأيكم بالابتعاد عن قضايا الإقليم والعالم والكوكب؟ أن نبتعد عن نظامنا الشمسي كله، نسافر مسافة 2500 سنة ضوئية في الفضاء. وكالة الفضاء الأمريكية خسرت التغريدة لهذه الوكالة، لكن الوكالة قالت اكتشفنا نظاما نجميا آخر يشبه نظامنا الشمسي وبه 8 كواكب، وهذا ما أعلنته في حسابها على تويتر. كيف تمكنت الوكالة من الحصول على هذه المعلومات عن نظام يشبه نظامنا الشمسي؟ النظام النجمي تم اكتشافه بواسطة تلسكوب كليبر الفضائي والذي كان على متن هذا الصاروخ دلتا 2 والذي أطلق منذ 8 أعوام. التلسكوب مصمم لتتبع الكواكب والأنظمة النجمية الجديدة. دعونا نلقي نظرة على التقرير التالي حول الكوكب الجديد والذي يدعى كليبر 90i. وكالة ناسا استعانت بمهندسين من جوجل، صمموا حواسيب تعلم كيفية البحث عن الكواكب. هذا الاكتشاف مثير للغاية، ليس بسبب الكوكب الذي اكتشف ولكن بسبب الطريقة التي تم بها الاكتشاف. فالآن لدينا أجهزة حواسيب قادرة على تعلم كيفية استكشاف الكواكب، وهذا في حد ذاته أمر مثير ويساعدنا على اكتشاف المزيد من الأنظمة النجمية التي قد توجد عليها حياة. نحن نعيش تطورا تقنيا قد يمكننا في خلال عقدين من معرفة ما إذا كانت هناك حياة على كواكب غير كوكبنا.